رغم التحذيرات المستمرة. بيصدر تحذير جديد عاجل من وزارة الصحة بعد وفاة شاب أول أمس من حقنة الخلطة السحرية لعلاج البرد المعروفة باسم حقنة هتلر بعد انتشار استخدامها خلال الأيام الماضية. لتفاصيل أكتر هيكون معانا على الهاتف دكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. أهلا بحضرتك. يعني إحنا نوهنا كتير جدا عن استخدام حقنة البرد وخطورتها والمكونات الخطيرة لحقنة البرد، عايزين حضرتك تكلمنا عن الموضوع يا فندم. أولا طبعا خالص تعافي أسرة الشاب اللي توفى عمر اللي عنده 36 سنة أو 26، أنا مش متذكر السن بالضبط، لكن حاجة طبعا يعني مؤلمة، وللأسف الشديد تداعيات الموضوع إحنا مش واضحة قدامنا كاملة، لكن اللي قيل وده على لسان والدته ان هو كان جاي من الشغل وكان عنده برد وراح للدكتوره الصيدليه تحت البيت، والدكتوره ساكنه معاهم في نفس البيت كمان. وانا لغايه دلوقتي برضه ما احنا ما فيش حاجه يقينيه بتقول ان هل دي صيدلانيه ولا واحده كده موظف في الصيدليه. ان هو طلب منها حاجه البرد وان هي ادته 6 فان، ياخد 3 دلوقتي و3 ثاني يوم. هي طبعا ما عملتلهمش خلطه، هي اديته اول حاجه حقنتين، حقنه مسكنه وحقنه كورتيزون، ماده اسمها ديكلوفيناك وماده اسمها الديكساميثازون. اديتهم مع بعض في الاول، خدهم هو طبعا وطلع البيت عنده واداهم لنفسه، ادى الحقنتين لبعض اللي هو الكورتيزون والمسكن مع بعض، وبعدها بشويه هي على كلامه هو كلام والدته قصدي ان هي قالت له خد الحقنه المضاد تحتوي على ماده السوفتاكسين بعد الاستخدام على طول. طبعا مجرد ما خد الحقنه ودع الروايه على لسان والدته ان هو حصل له بقى حاجه زي انفلاكتيك شوك كده، وحصل له مشاكل تحسسيه وبدا يتعب، وبعدين هنا قالوا له المستشفى حصل توقف في القلب وقعد في المستشفى كام يوم وتوفى الله. احنا للاسف الشديد وزاره الصحه هي الدول المصريه تحذير كامل، مفيش شخص مصري دلوقتي عاقل ما عندوش خلفيه عن كل الحوادث اللي بتحصل بسبب تحسس الحقن. طب يا دكتور تحياتي لحضرتك مره تانية، وعايز اسال حضرتك بس في حاجه، يعني بعد انتشار مثل هذه الحقن ايه مخاطرها؟ يعني احنا برضو عايزين نوضح للناس، لانه احنا بنطلع نقول ان هي غلط او ما تاخدوهاش، طب ايه مخاطرها؟ وكمان عايز حضرتك تكلمني اكتر عن المضادات الحيويه بدون استشاره طبيب، لانه برضو دي انتشرت كتير جدا ونوهنا اكتر من مره انه يا جماعه ما تاخدوش مضادات حيويه بدون استشاره طبيب. تحياتي استاذ اندرو. بص يا فندم، خطورتها مفيش كتاب طبي في العالم بيقول ان في حاجه اسمها حقنه 3 في 1. دي عباره عن اختراع احنا اخترعناه، يعني حاجه مصريه تمت في احد المراكز الطبيه من اكثر من 23 سنه، كان متخصص في الاطفال كان بيكتب 3 حقن دول للاطفال عشان الطفل ياخد الحقنه، الكورتيزون بيوقف جهاز المناعه فدرجه حراره الطفل تقف، فيتقال على الدكتور انه شاطر ويبقى ليه زباين ولعملاء كتير، واتنقلت للعوام واتنقلت للصيدليات وبدات الناس تاخدها كثقافه ان اي حد عايزين الشغل بسرعه عنده مشوار مهم يقول لك لسه بدل اخد علاج 4 5 ايام وبرد في السرير، لا انا هاخد الحقن على طول تخففنا على طول. طيب رقم واحد، الكورتيزون بيضرب جهاز المناعه في مقتل، زي ما شرحنا في استاذ اندرو الكورتيزون بيوقف جهاز المناعه ان هو يقوم بدوره، بيشيل التهاب بس بيخلي جهاز المناعه الطبيعي اللي بيشتغل ويهاجم الميكروب، يعني بيعالج حاجه بس بيبوظ حاجه ثانيه، بيبوظ حاجات بيرفع الضغط وبيعمل مياه تحت الجلد وبيعمل مشاكل كبيره جدا. الديكلوفيناك بيعمل مشاكل في القلب والكبد والكلى، ولو حد عنده حساسيه على الصدر ممكن تعمل له مشكله كبيره جدا. طبعا في اثار جانبيه طويله المدى وفي اثار جانبيه بتبقى بتظهر بسرعه. لكن المضاد الحيوي احنا اتفقنا قبل كده ان الماده اللي بنعمل بيها الاختبار المضاد الحيوي غير موجوده في مصر، عشان كده لازم يتاخد في مكان مجهز، لو حصل اثار جانبيه من تحسس من المضاد الحيوي يتلح. يبدا يتاخد الاجراء الطبي المناسب في توقيت مثالي. التوقيت التايمنج مميت، لو دي بتفرق، حضرتك محتاج كورتيزون بتبقى احيانا بتبقى محتاجه ادرينالين، بتبقى محتاجه تنفس، ممكن تدخل عمليات، قصه كبيره. بره الوضع مش كده. هقول لك على المفاجاه، احنا في مصر طبعا الماده اتاخدت امبارح سوفتاكسين. في مجموعه كبيره
اسمها سيفالوسبورين حقن دي مجموعه منها حاجه اسمها سيفتازيدين حاجه اسمها سيفرادين حاجه اسمها سيفتاكتين حاجه اسمها سيفيبن حاجه اسمها سيفتريكسون. المجموعه دي في مصر حاجه اسمها الاي ام اس الشركه الانجليزيه اللي بتقول كام حقنه اتصرفت في مصر واتوصفت سواء اطباء او عيادات او غيره فوق النص مليار حقنه. نص مليار حقنه احنا وصلنا مضادات حيويه عدينا نص مليار حقنه في جروب واحد. الرقم ده قياسي الرقم ده ما بيحصلش في العالم كله. تاني لو في 100 مريض على حد علم يا دكتور يعني هو الدكتور او الطبيب مش بيوصف مضاد حيوي غير في اضيق الحالات يعني لا بالعكس الاطباء في مصر للاسف الشديد بيوصفوا مضادات حيويه كثيره جدا بدون داعي لان احنا زي ما اتفقنا قبل كده 90% من اعراض البرد اللي ظاهره اليومين دول دي عباره عن اعراض برد فيروسيه فبالتالي المفروض ما ياخدش مضاد حيوي اعتمد على جهاز المناعه ولو محدد نوع الفيروس ادي لحاجه مضاده للفيروسات لكن انا لا بيحصل عكس كده خالص في حاجه اسمها امبيريكال ثيرابي اللي هو الطب القائم على اللي هو الطب القائم على التجربه ان انا جالي حد بديله خفض حراره بعدها كم يوم بعمل مزرعه وبشوف اللي بيحصل في مصر مش كده خالص رغم ان احنا بنملك كفاءات طبيه على اعلى مستوى. طب احنا محتاجين بقى ايه زي ما حضرتك اتفضلت محتاجين قرارات منظمه للقصه محتاجين تغيير جذري في المنظومه الصحيه الخاصه بالدواء في مصر وصرف الادويه في مصر محتاجين ندي مساحه فيضان ومحتاجين نضيق الخناق على كتابه الروشتات في المضادات الحيويه عمال على بطال عشان تقطع العلاقه ما بين الديل اللي بيحصل ما بين شركات الادويه والاطباء. حضرتك عارف ان الكلام ده موجود في مصر يمكن اكثر دوله في العالم موجود فيها مصر رحلات وشاليهات وحاجات بتتجهز وهدايا وحام بوكيت ماني ده كله بيعمل ايه؟ ده كله على حساب جيب المريض الاوت اوف بوكيت ماني اللي طالعه من جيب المريض بتعلى على حساب هذا الديل عشان كده احنا طلبنا كذا مره بكتابه المضاد الحيوي بالاسم العلمي وصرف المضاد الحيوي طبقا لقواعد محدده تحددها وزاره الصحه. في جروب من المضاد الحيوي ما ينفعش لسه طالب متخرج من كليه الطب الكاتبها ما ينفعش انا اكتب كاربابينم جروب اللي ممكن تعطى في مستشفيات في عنايه مركزه في اي حته في العالم اديها لطفل لسه طالع عنده شويه مثلا عنده شويه ناس دمعويه او غيره وطبيب جي بي او طبيب ممارس يكتبها. طبعا الكلام ده بيحصل في مصر بس ده كله بيعمل ايه؟ رقم واحد الكلام ده يا استاذ اندرو جهاز المناعه بينزل جهاز المناعه لما بينزل والميكروب بيكتسب مقاومه للمضاد الحيوي بدور المجتمع كله وزي ما اتكلمنا قبل كده احنا بناخد سنين على بال ما نكتشف مضاد حيوي جديده عشان كده عشان تحافظ على التوازن البيولوجي الموجود في المنطقه ديت لازم نتعامل بحذر مع المضادات الحيويه وللجمهور انا بخاطب الجمهور الصيدله علامه قليله اولا انا كنقابي انا طبعا دوري احافظ على الصيدله حتى لو غلط لكن انا بخلي مسؤوليتي من اي صيدلي يخالف القرار اللي خرج من النقابه ويدي مضاد حيوي في صيدليته او في مضاد حيوي حقن احنا نادينا بالضبط. عايز اسال حضرتك على حاجه يعني هو مش دلوقتي في مشروع قانون يعني بيحذر من استخدام الدواء من غير روشته؟ شوف يا فندم احنا عندنا ماده 37 لم تخن الذاكره في قانون وزاره الصيدله بتقول ان انا من حق الصيدلي يوصف الادويه الدستوريه الموجوده في الدستور ودي بتبقى قايمه ليها وفي حاجه قايمه اسمها او تي سي قايمه كده بتبقى طالعه من الهيئه المصريه بتبقى تحدث كل فتره ان الصيدله بيتحرك فيها. انا شخصيا وفي صيدله كتير جدا فكره صرف المضاد الحيوي بالنسبه لهم فكره حتى قبل الاحداث دي فكره بعيده جدا ما بيصرفهاش لكن للاسف الشديد عارف حضرتك 80,000 صيدله في مصر بيقوموا بملايين الخدمات الطبيه يوميا. واحد بس بيعمل حاجه غلط يسيء للجميع. الفكره بتاعت المدرسه القديمه السيئه ايه؟ السيئه تعم. فحضرتك بتضيع وبتسيء ل 80,000 صيدليه عشان خاطر استخدمت حاجه غلط. طبعا احنا مش عايزين نتكلم عن الحادثه دي بصوره فرديه نتكلم بشكل عام. الصيدلي اللي زوره كبير جدا يدعي انا عشان تستمر في تقديم خدمتك الطبيه للجمهور المصري انت كصيدلي لازم تحافظ على مستقبلك وللطبيب برضه. لكل مقدم خدمه صحيه ما تحاولش تجود من عندك بدون اساس طبي وعلمي. احنا في فتره حرجه المنظومه الطبيه في مصر قامت بدور عظيم في ازمه كورونا، صيدله مصر قامت بدور عظيم في ازمه كورونا، عايزين نحافظ على المكتسبات اللي قمنا بيها في اخر سنتين او ثلاثه وده مسؤوليه كل واحد في مهنه الصيدله يحافظ على صيدليته، يحافظ على اسمه، يحافظ على حياه المريض ما يعرضهاش للخطر تحت اي ظرف من المغريات وللمريض للمريض والمواطن المصري ما تحاولش تبتز الصيدلي. لكن في نقطه يا استاذ اندرو استاذ نرمين استاذ مش عايز اقولها
ان للاسف الشديد لو جالي مريضه في حته ورقه كده من غير روشته او ورقه كده صغيره زي ما بتقول وزاره الصحه وكاتب وزاره الصحه يوم انا ما اقدرش امتنع عن بيعه، هديهوله هو ياخده براحته. وفي وصفه معايا للاسف الشديد، احنا حتى في الوصفات الطبيه ما فيش قواعد معينه بتحكم معنى كلمه روشته، القاعده موجوده بس ما فيش التزام. تلي طبيب استاذ جامعه ورقه صغيره كده بنوت كده من 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 شركه وكاتب دواء خارجي، طب مين كاتبه؟ ما تعرفش. طب ختم مفيش. طب في بيانات على الورقه دي، اسم الطبيب عنوانه تخصصه مفيش. مراكز طبيه، اي مركز طبي واحد يروح يفتح مركز طبي من غير ترخيص يكتب روشتات. وانا كصيدلي ما اقدرش امتنع، لان لو امتنعت اروح اعمل له محضر في الاسم امتناع عن صرف دواء. فبالتالي احنا محتاجين تعاون اكتر من كده، واعتقد ان هذه الدول المصريه اي مبدور عظيم، ووزاره الصحه اي مبدور كبير، واعتقد هيبقى في تعاون الفتره الجايه، ووعد مني ان شاء الله ان التعاون هيكون على كل المستويات بناء لصالح المنظومه الصحيه ولصالح الصيادله. في مشاريع كبيره جدا بتدار حاليا، فارجو من كل شخص موجود في المنظومه الطبيه انه يحافظ على دوره المنوط به فقط. طبعا يعني خالص التعازي لأسرة المتوفى دكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لك.